باكر عقب ورد القاع الزين بهالوقت يشري له صم تراب انحنى طول عمودك شيء اقلهم سيف رغم عيبه نصير انت لعمر قراب الشجره العدله مسكن للطيور الصير الشجره التنحني يختارها الحطاب الطير اللي ما يرد العشاء وقت غروب لازم بالدرب متلاقى ويا غراب يا من عشرتك جمعة امان وخوف يا اول سجده للسكير لما انتاب. احبائي مشاهدي قناه الديار الفضائيه اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج الميزان. ضيفي لهذه الحلقه الشاعر الشاب الممتع دائما محمد سلمان. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ علي. نورتنا وشرفتنا اليوم في دوار اهلك استاذ علي. طبعا شكرا لك على هاي الدعوه. الله يسلمك ويخليك وان شاء الله نكون خفيفين نظن عليكم ودائما التسباق لدعم الشباب ولشرف مقابلكم. الله يسلمك يا حبيبي هذا مكانكم ومكان كل الشعراء المبدعين امثالكم. بالبدايه محمد مثل ما تعرف انه انا وهت يمكن بالحلقه الاولى والحلقات السابقه قلت ان البرامج الشعريه حاليا او اغلب البرامج دائما ما نشاهدها ان تسلط الضوء على الشعراء الشباب، لا يعتكس على النجوم الموجودين بالساحه. صحيح. دور الشعراء الشباب بهذه يعني بهذه الفتره وين من الاعلام طبعا، وين من المهرجانات، وين من الاماسي اذا هي شلون نقول صار حصريا للشعراء النجوم والأسماء النجوم الواصلين يعني. احنا نقدر نعم. نقول بالمصطلح نعم. طبعا الاماسي والمهرجانات احنا جاي نقيم بها وجاي نحضر مهرجانات واماسي، بس اللقاءات تبقى اللقاءات هنا سياسه قناه. نعم. اليوم ما يقدر اي واحد يجازف مثل ما انت الاستاذ جازفت. نعم. بالشباب هنا. لا يعني مو مجازفه، مجازفه هم يعتبروها بعض من المقدمين والشعراء يقول لك انا اليوم انا هدفي الاول انجح البرنامج مالتي. صح. ما يفكر بين اليوم اكو شاعر شاب من يقدمه للعالم هو راح يصير متفضل عليه لانه بوصوله. فهو هذا السبب كان. طبعا هو هذا الدور الاول يعتبر للاستاذ والمخرج لؤي الاسدي. طبعا هو اللي دعم، شكرا له على هاي المبادره الكبيره. انا اعتبره هو اللي دعم البرنامج بهذا الشيء، قال احنا كافي نستضيف صحيح. نجوم واسماء معروفه، انه معروفه طريقه الحوار وياهم معروفه بين حتى القصائد مستهلكه والقصائد كلها يعني بكل صحيح. برنامج انا واحد من العالم بالبرنامج يمكن قارئ القصيده اكثر من 5 برامج أو 6 برامج تمام تبقى متلحق. شعراء الشباب موجودين حاليا صحيح. قصائد موجوده اليوم هو يعني حتى الوسط الاغلب البعيدين عن الوسط المنتقل الشعري نعم. بين حتى ما يعرفك انت شاعر لان هو ما يحضر للاماسي وللمهرجانات ولا عنده يوتيوب عنده قناه كل تصوره بين هو اي شاعر يوصل لاكثر بالتلفزيون هو الموجود. لا ليش ما ابحث انا قبل اللقاء كنا انا وياك سولفنا بموضوع الشعراء الشباب صحيح. وقلت طرحت علي اكثر من اسم قلت له اسماء تستحق. من ضمن الاسماء اللي طرحتها قلت لك هذا انا البارحه دخلت على صفحته قبل ايام صحيح. دخلت على صفحته بالانستغرام وشفته ناشر وشفت لان وصلنا اسم الولد فبحثت عنه برغم لازم هذا الشاعر برغم هذا الشخص ما تربطنا به علاقه. نعم. لا احنا ما لنا علاقه إيه يعني تربطك الشعر علاقة او ما الشعر اهم من العلاقات. زين احنا اول ما بدينا هم شعراء شباب لكن احتضنتنا الفضائيات احتضنتنا البرامج الشعريه مو اختلف بهاي الوضعيه. هاي وضعيتنا احنا اختلفت شوية سياسة البرامج اختلفت. ليش ما تقول الشارع ما يريد هاي الاسماء؟ الشارع يريد نفس الاسماء دائما تبقى زين. اذا تبقى نفس الاسماء زين شو وقت يسلط الضوء على هاي الشعراء الشباب هاي الشعراء اللي ما يصير لواحس بعد اصلا يكتب زين. هواي عالم بطلت انا اعرف هواي عالم بطلت تحدث عن الشارع اليوم هو الشارع بصورة عامة تقدر انت تطرح عليه شاعر نعم. اذا هو شاعر مكتمل وشاعر عنده شعر يقدر يوصل للعالم طبعا هذا مو راح نفرض عليهم راح تلقاه متواجد حال هاي الاسماء الموجوده جاي تتواجد. وانت محمد من الاسماء الموجوده والاسماء الراقزه الاسماء اللي نحبها ودائما شكرا ما يعني نسولف فيها بجلساتنا الخاصه احنا يعني طبعا هذا الي الفخر والشرف. الله يسلمك يا حبيبي بين نذكر بيك. فاحنا نريد نقدم هاي الاسماء ونقلهم يا جمهورنا يا حبايبنا يا الوسط الشعري اسمعوا هاي الاسماء يعني كافي على نجم بالساحه كافي فلان لازم يصير لهم خصوصيه لان قصائد وشعراء
ممتعين. واحنا دائما يعني نريد نطمح ان نكتب نفس كتاباتهم اللي جاي يكتبونها. انا واحد من العالم، انا احكي عن التواصل، احنا نتواصل ويا جيلكم، احنا نتعلم من يومكم. الله يسلمك يا عم. احنا نتمنى كهذا الجيل او الجيل اللي راح يطلع برانا والقبلنا نتعلم من جيلكم. احنا محمد مراهنين يعني على هاي الاسماء الشابه، والدليل سوينا برنامج بس الشعراء اشراف، مراهنين على هاي الاسماء. احنا نريد لك اليوم تثبت لهم، تثبت لهم محمد سلمان، تثبت لهم شاعريه محمد سلمان. وانا يعني على يقين ان انت تكون فارس وخيال للمنصه اللي تحضرها او للقاء اللي تحضره، فيا ريت نسمع شيء من كتابك. طبعا انا بدايه شهادة احتز بها والمسؤوليه راح تصير علي. تسلم لي يا حبيبي. قصيده لاول مره تقرا. كبرت بعينهم وبعينه ما طبيت. الغلط منك تعرف بكل شيء ما اقنع، وعفتك تحترق خاطر تجرب الريح. من قد لك تراه الريح ما يفزع، شيء مطرود يصعد بالسما الدخان. الله، شيء مطرود. كبرت بعينهم وبعينه ما طبيت. الغلط منك تعرف بكل شيء ما اقنع، وعفتك تحترق خاطر تجرب الريح. من قد لك تراه الريح ما يبزع، تي مطرود يصعد للسما الدخان. قصاحت وراه النار ما يسمع، وراه النار ما يسمع. صرت مثل السهم، مثل السهم، شو تحصل من الصيد؟ بس دم على طول يرجع منك. الله، صرت مثل السهم، شو تحصل من الصيد؟ بس دم على طول يرجع منك. وضعفني بعد، هو ضعف مريوت. الصوت إش ما ضعف فوق الجلد يطبع. الله الله. وضعفني بعد، هو الضعف مريوت. الصوت إش ما ضعف فوق الجلد يطبع. وطعن لا تهم، اللي ينطعن مرهوب. إش حالاته يصير غالي التاج المرصع. حفرت البير بيدي، حفرت البير بيدي من قلت عطشان. وشرب المكرد الشوق متبي تدفع. الله، لو ما طيحت ما تميز الشلال. الله، لو ما طيحت ما تميز الشلال. وظل الوحدة وللنهر ما يتبع. الله، وما سولف بعد سر ويا المرايات. الله، يظل ياكل بروحي سر من يطلع. الله، ما سولف بعد سر ويا المرايات. يظل ياكل بروحي سر من يطلع. صاحبت النجم ما عنده غاية ويا، ولا قلت بسماي الظلمة ظليل معه. يأمن بالقراب السيف من نبات. الله، يأمن بالقراب السيف من نبات. وتخاف الرقب منه بالحرب تخضع. مو ناطور لا فزاعة ما خليك، مو ناطور لا فزاعة ما خليك. فشل من الزرع ينبائك ما تنفل. الله 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 يسلمك يا حمود يا حبيبي. شكرا. قصيدة جميلة وقصيدة رائعة، شهادة يعتز بيها. الله يخليك يا حبيبي. هاي القصيدة أول مرة تقرأ؟ لأول مرة، وأغلب القصائد اليوم أول مرة. إن شاء الله. لأن أنا قليل يعني بتواصل بالإعلام، يعني ما جاي برامج. محمد، دورك بالمهرجانات والأماسي؟ والله الدور هو فعال، بس ما أكو مكانات مرات واحد ما يقدر يروح يقرأ بيها. شلون يعني؟ يعني مو مهيئ للشعر. يعني أنا أغلب جود منتدى المدينة. دائما أنا قرأت بيه. وأكو مكانات أنا حاول ابتعد من يمها. فايلة هاي العالم عبالة. يا مكانات يعني، يا ريت توضح للسادة المشاهدين يعني. طبعا مع احتراماتي كل المكانات اللي راح اذكرها، اكو مكانات يعني ما تستحق تقرا بيها شعر. احنا مو قصه ايه؟ اليوم مو قصه تسقيط او لا مو تسقيط، لكن يعني صراحه الضيف انا جدا صريح. نعم. وبسبب صراحته هواي ابتعدت من عالم. نعم. مره اكو كوفيات ما احاول اقرا بيها. نعم. بس بالعكس اكو كوفيات مثل منتقى اشتاقلي موجوده بكوفي. نعم. بس هاي موجوده للشعر، مختصه للشعر. اكو بيوم لا بدينا منتدى منتدى محمد الغريب كان بكوفي بدايته. يعني هذن مو شعريات، هذن منتدى محمد الغريب، منتدى كاظم اسماعيل قاطع بالبلديات. نعم. صار بعصفوره، منتدى اشتاقلي، هذن اختصاصا شعر. نعم. لازمهن المسؤول عليهن شاعر. نعم. فانا احاول ابتعد المكان اللي ما بي شاعر، اللي ما لازم شاعر احاول ابعد روحي من يمه. يعني هذا سبب تاخرك تقدر تقول هيك.
انت زين صارت العديد من المسابقات، ما حاولت تشترك مسابقة؟ شاركت بمسابقة واحدة. يا مسابقة بلعتها؟ مسابقة العراقي، العراق مال البغدادية، العفو البغدادية الأولى اللي كانت الأولى هي كانت كان ظهور محمد، لأن أنا كنت متواجد نعم بالوسط أسمع شعر ما يقارب 2009. هي لغت المسابقة، اللغت هي إيه. أنا طلعت يعني من المسابقة المرحلة الأولى. إيش عجب؟ توفيق نقدر نقول، مرات نقول اختيار، مرات نقول. أنت شو تقول قصيدتك كانت ناضجة يعني ذاك الوقت، لو قصيدة مثلا مستعجلة كاتبها؟ والله يعني أنا مو أنا اللي أقيم، الناس اللي قريتها نعم قدامهم اللي نعم تستحق الفوز، بس الحمد لله والشكر. بس هي للأمانة ضافت لي. نسمع شيء من عندها هسه؟ لو ما لا أتذكر من يمها. يقول العصفور من يتشب نعزب غصن، ومنين ما اندار صيح الهدى، الله والليل لو حشمنا افزع قمر، يلقانا واقف مستعد روحي، الله للقاها ظلمه بروحه سير ضوء، الله والشال ذنب بطيبة حولي، ما ريد اصير الرمح وافجع نبي، ما ريد اصير الرمح وافجع نبي، والذنب لي وينذكر قاتله، رايد اشوف جناس تبكي كتف، الله 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 الله، رايد اشوف جناس تبكي كتف وتدفن ام جفوفها معدله، الله رايد اشوف جناس تبكي كتف وتدفن ام جفوفها معدله، الما عنده راي براسه حيره جدل، الله الما عنده راي براسه حيره جدل، يحتار وين يروح ويوصله، الله فشلت هذاك الطالع من السجن يوصل لابوه ويقول له بالله، الله التابوت هم ديوان ما يرد بشر، الله ولو مات من جل حاله السنبله، التابوت هم ديوان ما يرد بشر ولو مات من جل حاله السنبله. يا اللي اتذكر منه الله، قصيده جميله وانا ما اقدر يعني، انا بالنسبه لي هو توفيق يعني، مرات عسى ان تكرهوا شيئا، انا خذته من باب نعم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني انا اغلب الشعراء ما كانت تعرفان انا نعم كنت متواصل منتديات صح تواصلت ويجيلكم يعني احنا جايين طبعا بهذا السؤال ايه. بس انا بالنسبه لي قصيده جميله، لكن مرات احنا ما نذب اليوم على اللي جاي، لا ما ذاب فنقول احتمال القصائد اللي كانت افضل، اكو افضل ايه. فصارت اسماء كانت ايه يعني قصيده جميله، كانت اسماء وياي من ضمنهم عصام كريم نعم تحياتنا لعصام كريم وعلي الشمري نعم وامير حبيب ورياض المحمد، اي اسماء مهمه، اسماء شابه جميله ومن ضمنهم يعني علي الشمري سابقكم تجربه، عصام امير حبيب شاعر مبدع يعني، الباقيين اسماء كلها محترمه ايه. فقلت لك احتمال يعني القصائد كانت مستواها اعلى جوز ايه. وكانت هي اول ظهور لي اعلاميا يعني شويه هاي نعم. هم تاخذ من الشعر نعم. ارتباك توقف قدام منصه واللجنه يعني كنت ما مر باي المرحله لاول مره. حاليا اذا صارت مسابقه السبب شنو؟ خفت من هذه المسابقه انا شيء اذا انا ما مقتنع به ما اقدر اسوي، هواي صارت مسابقه يقولون الشاعر ما يخاف، مو خوف على قصيدتك، مو خوف داخلي، مرات تخاف على قصيدتك تنضبط، بس اليوم انا اذا عندي ثقه بنفسي اليوم ما كانت اليوم اذا اكو مسابقه اشارك بها، بس اغلب المسابقات نشوفها والدليل على هواي مسابقات اجت وراحت ما اخذت ذاك الحيز مثل ما اخذت نجوم الشعر، نجوم الشعر 2006 2007 صح. مثل ما اخذ العراقيه فذاك 2012. محمد تحكي الموضوع وما بي انه انا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا دائما ما متواصل يعني ويا الشعراء، فأعرف إن يقولون دائما اللجان اللي قاعد تصير الآن مو كفوة، وهذا الشيء أنا أعتبره بس دقيقة إذا تسمح لي، هذا الشيء أنا أعتبره يعني بنوع من الخطأ، لأن اليوم مثلا مسابقة العراقية بها محمد المحاولي اسم كبير، ضيال ميالي شاعر مهم واسم زين، لكن هم اعتراضهم قاعد يصير على الممثلين اللي قاعد يدخلون لجان التحكيم. استاذ يعني ما احنا خاف نطرق بهذا الموضوع تاخذ من غير اتجاهات، يعني مستحيل الممثل يجي كإيماءات نعم بس درجة احتمال تنظلم به اي، يعني اكو هواي شعراء نعم يجوز مثلا مو ذاك الإيماءات المسرحية اللي يسويها، مو ذاك المطر او مو ذاك يعني هو قصداي، بس تبقى شغلة الإلقاء هو عفوي يعني
ما تقدر تصنع القابي يعني. أنا القائج شلون بالله اليوم إذا قدام لجنة أحاول أغيره؟ زين اليوم إذا كاظم إسماعيل قاطع بالمتسابق يخرج؟ هاي وقت يم الممثلين يعني، هسه صار الامر الشعر بيد الممثلين. لا مو يعني انا واحد من العالم اللي اشتركت بمسابقه، وانا احكيها امام الاعلام جميع الاعلام. انا ضمن ميمون الخالدي الاستاذ ميمون الخالدي، من تحياتنا له، تحياتنا بالضمن بنجوم الشعر، حط درجه صفر يعني. قلت له الا اخرس انا يعني، بس اخرس يحطوا له صفر. هي ما تعرف يعني هي صفر. حتى حمزه الحلفي قال له ما يصير ماكو درجه صفر، قال له ساكت يعني طان القصيده مكتوبه كتابه. قال يعني والدليل اليوم علي نجم تحيا يعني شكرا لك على دعمك اليوم. من الاسماء المهمه الحمد لله والشكر اللي بجيله وبالعراق وبالمدينه موجود، ما يعني ما وقفتك التقييم مالك. لا انا ما انكسرت، بالعكس صارت له حافز يعني. فانا اقول لك اياه انه لازم تكون هاي المسابقه اللي شاركت بيها تكون حافز لمحمد سلمان، الدفعه اكثر واكثر. فقلت لك لا تخاف يعني انت. لا انا مو خوف انا طبعا ما اخاف يعني، بس خوفه على قصيدة اليوم. اليوم القصيدة انت من تعيشها وتقدمها، يجيك شخص ما سهران او ما مر على باله بيت او هاي، يجي من خلال ايماءات مسرحية او شيء يجي يخرجك يظلم القصيدة، خطية القصيدة. لازم نحاول بكل صورة احنا نحافظ عليها ان شاء الله، مو نوصلها بغير صورة. هو هذا اللي بدي اوصل له انا. نسمع قصيدة هم. طبعا هاي قصيدة هم لأول مرة توقع ان شاء الله. هو احنا اليوم ما نريد اليوم كل القصائد باستثناء واحدة، لأن أنت تعرف يعني الجمهور الشعري خاصة دائما يحب إنه يسمع الشعر يعني. يقول كان بعيد عن مشاكل الشعراء أو عن وكل شيء، عن مواضيعهم. أنا أريد أسمع شعر، أريد أستمتع، فإحنا أهم نريد نستمتع اليوم وياك. إن شاء الله أستاذ. يقول ليش أسهر؟ ليش أسهر إذا ما أحب؟ وأخذ دور كنجم. أريد من يسألون أقلهم على العشق نعمة. الله. ليش أسهر إذا ما أحب وأخذ دور كنجم؟ أريد من يسألون أقلهم على العشق نعمة. الله. حالات العشق من يصعب وحالات التعب من يمنع. الله. إيش قصة صعبة تحب إنسان بس مراية تدفى. الله الله. إيش قصة صعبة تحب إنسان بس مراية تفهمه، ويجين الليل وابدأ اشتاق وعرف بروح ما هم، وظلن أحرق الدم قبل أشوف بروح تبدأ. إيش قصة صعبة تحب إنسان بس مراية تفهمه، ويجين الليل وابدأ اشتاق وعرف بروح ما هم، وظلن أحرق بدم من أشوف برود تبدم. الله. ونزاعل نخلص الليل ونصالح قبل لا تموت كل ظلم. الله. يا مدرش عايف بروحي، يا مدري يا مدرش عايف، يا مدري تعيد عيد مدري وين أخذ ليش أسهر إذا ما أحب. الله. وأخذ دور كل نجمة، أريد من يسألوني أقول لهم على العشق نعمة، حالات العشق من يصعب الله، وحالات التعب من يمنع. الله. إيش قصة صعبة تحب إنسان بس مراية تفهمه، ويجين الليل وأنت أشتاق وعرف بروح ما هم. الله. وظلن أحرق بدم من أشوف برود تبدم، ونزاعل نخلص الليل ونصالح قبل لا تموت كل ظلمة. الله الله. يا مدري يا مدري إيش عايف بروحي، يا مدري إيش عايف بروحي، شجاك شبيك تزعل. الله. وليش بلا تعب تنقاد وعلي من باب توسل. الله. ايه هو الصوت فيه هواي هواي لان حبيت تدلل. الله. ايه هو الصوت فيه هواي لان حبيت تدلل، يا عافيت الغرب بهداي تجيني بكيفك وترحل. الله. ما تشنك تريد وياي، اش تريد احكي له همك،
إيش ما يخفى ثوان الميل أشوف الراي يتمدمد الله وظل المشوك تسنبل أودح تعبل المنجد الله إيش ما يخفى ثوان الميل أشوف الراي يتمدمد وظل المشوك تسنبل أودح تعبل المنجد إيش ما أدخل على البستان على البستان يجيني كم سؤال أسأل إيش واصل لحسه مخذوذ انخطف لون الورد وذبل الله الله إيش واصل إيش واصل لحسه مخذوذ الله انخطف لون الورد وذبل وريدة باب صورك وضم لا يحزدونك الله وريدة باب صورك وضمهن وضمهن لا يحزدونك وذكرك ويا أول كاس وبدس على عيونك الله هو وقت وقت خلاني بالصدفة أشوف أمك وأتذكر أيامك ذيك قبل لا تنام كنت تقل أحب الله وقت خلاني بالصدفة أشوف أمك وأتذكر أيامك ذيك قبل لا تنام كنت تقل أحب أمك وكنت تغار من يمهم من يمهم تقل الوحدة ريدك الله وظل أرجف لمن أشتاق وأحتار وأدور حج حق الله وشقيت الصور علاه بي لا يذكرنك الله شقيت الصور علاه بي لا يذكرنك بعد ما اهتم من تروح بارد منه ودعنا الله الله بعد ما اهتم من تروح بارد منه ودعنك وقت 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 خلاني ما اهمك احبك كنت من تخجل وأقول لك ليش وأنت تقول لي من يمك الله وقت خلاني ما أهمك أحبك كنت من تخجل وأقول لك ليش وأنت تقول لي من يمك وأعرف قلبك كذاب بس غشيت الدم الله الله يسلمك يا أخي طبعا هاي كله ما هاي تعلمناه من يمك يعني هاي من القصائد اللي أتمنى أنا أكتب من عده ولو بيت ولو بيت هاي كلها بجهود محمد هاي القصيده يعني قصيده كبيره شهاده يعتز بها استاذ علي هاي المفروض تتعلق بكل منتدى هاي شهاده يعتز بكل منتدى على باب كل منتدى تتعلق هاي القصيده هذا كله فضل اهنيك وهن احساسك وهن ثقافتك ووعيك شكرا لك استاذ علي محمد تبين متاثر انا بداياتي كاظم اسماعيل قاطع كاظم اسماعيل قاطع بس اكو قصائد قريبه عليه تاثرت بها نعم للامانه يعني نعم. هاي حقوق وانا قبل ما اصير بس هو التاثر التاثر مبين. واضح مبين التاثر واضح حتى هسه من قريت يعني قلت لك من قريت ابيات قلت لك القصيده ما ادري وين اخذتني اليوم انا يعني تاثرت من الاسماء مولتين اليوم تي انت داعي الله يسلمك يا حبيبي تاثرت في الاستاذ علي نجم استاذ تحسين علي هواي قصائد سيد علاء هواي قصائد رائد الفريجي قصائد انا تعلمت من يمها نعم وهذا السبب الحمد لله والشكر اليوم انا من اكتب قصيده اخلي قدامي اسماء مهمه صح مسؤوليه قبل ما اكتب القصيده وهذا اللي كنا نسويه احنا اي اخلي اليوم انا ببالي الاسماء علي نجم اسف اذا قلت علي الله يسلمك يا حبيبي رائد الفريجي كرار الحلفي سيد علاء محمد جعفر اكو اسماء لها ذوق هذا دليل على اخلاقك وتواضعك وشاعريتك يا حبيبي لا استاذ هذا تعلمناه من يومكم هذا كله بتواضعكم احنا كنا من نكتب القصيده نخلي اسماء قدامنا نخلي سمير صبيح نخلي مخافه من جبار رشيد مخافه خلي هاي الاسماء فاضل الكريم سعد الربوي عباس عبد الحسن اسماء كبيره يعني صح. قدامنا جيل اللي سبقنا نخليهم قبالنا حتى نمشي على هذا الرتم ما نطلع نخاف من المفرده اللي الشو يعني تلوث المتلقي زين والدليل هو يعني ثواب من الشعراء اللي الوصول اللي وصلوا له ما اجى من فراغ وانت من هاي الاسماء يعني المهمه اللي ما اجت عن فراغ انا تعرفت عليك عرفتك راسا شاعر عرفتك خوش شاعر انا احكيها امام المشاهدين عرفتك شاعر متكامل شكرا لك وبكل المنصات اللي حضرتها كان لك هاي توفيق هاي شهاده اعتز بها حضور جميل شهاده اعتز بها لكن يعني انا سؤال ببالي دائما يقولون محمد بعيد عن الاماسي والمهرجانات محمد مو ابو جو
وانا انا شايفك يعني بالمهرجانات او بالاماسي. انا درايك الله يسلمك، درايك من كل الله يخليك. بس انا اللي اشوفه يعني واللي انطرح بيناتنا احنا كشعراء كجروبات يعني مثلا نقعد مرات نسولف نقول مثلا محمد سلمان فلان فلان من اللي يشكلون جو وجوهم كلش حلو بالمهرجانات والاماسي، ليش هذا الشيء انطلق عليك يعني؟ طبعا احنا ما نريد نسميها، بس بالاونه الاخيره اكو جروبات. نعم انا ما منضمن اي جروب. نعم اليوم هو هي ما بيها شيء الجروب، اذا كان الجروب اذا كان ايجابي ويطرح مواضيع هذا ما عنده اي مشكله. انا ما اقصد على من هذا الجانب، اقصد من الجانب الثاني السلبي. اليوم يجي انا مبتعد اكثر ابتعادات من هاي الاجواء. نعم صراحه، ومرات المرات صراحه تاذيني. نعم لان انا ما احب اللغط يصير بالموضوع فلان وفلان، احاول ابتعد. اليوم انا مطالب بقصيده. نعم. ما مطالب بقعده. صح، وهذا الشيء صح. انا هاي عندي اليوم انا عندي قانون امشي عليه. اليوم انا من قاعد فلان التقوي فلان وفلان، هذا ياخذ من يمي. هذا الجروب اللي 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 هم نفسيتهم، هذا الجروب الحاكينة اللي هم نفسيتهم اللي يحاولون. هاي زين اذا على ماسي والمهرجانات. انا جايك ان الاسئله موجودات، كل موجودات هواي. انا اقول لك انا اعرف عليك هذا سببهم. تدري شنو سبب ما التقوا وياهم؟ اليوم لو تتقوا انا صير صاحبنا اوصلك وادعيك مهرجانات او ادعيك. طبعا المهرجانات اغلبيتها هذا الجروب انا متاكد من 100% متاكد دعوات كوفي. انا متاكد كوفيات. اليوم انا منتديات المدينه، طبعا انا ما اشكل بالكوفي طبعا، لان جاي اقرا شعر للعالم المثقفة اللي تعرف الشعر، ما جاي وصله طبعا مع احترامات مولو. نعم. يعني احترامات للناس. لا هي خوف الكوفيات يلتقي بيها اللي يعرف بالشعر والما يعرف. اي نعم يتقون بها. ما متفق. قلت لك اكو مهرجانات او صارت بكوفيات ومنتديات نجحت. نعم. دلالة على محمد الغريب القاطع اشتاق لي هذا الموجودات جاي يطلعن ويسوون شعر، هذا خاصات بالشعر. بس يعني مرات اكو واحد من يقول لك ما يسوي جو، يعني شلون اسوي جو؟ هم التسقيط اللي جاي يصير بجيلكم جيل مبدع واسماء مهمه، اسماء ركزت، اسماء انعرفت. صحيح. بالوسط الشعري وانعرفت عند عاميه الناس. صحيح. واحنا معولين على هذا الجيل، جيل حقيقي، جيل يكتب قصائد جميله. لكن يا اخي جاي اسمع اشياء يعني انتقادات كبيره، يعني من يقعد شاعر عمره الشعر سنتين يجي ينتقد اكثر من هذا وينتقد كاظم اسماعيل قاطع او ينتقد عريان سيد خلف او ينتقد ما خلي مظفر النواب او سمير صبيح او هاي الاسماء يا اخي. هي هاي المشكله. ليش انا اقول لك ابتعدت صراحه بالاول الاخير انا ابتعدت. شنو الغرض من الانتقاد؟ شنو الغرض من الانتقاد هيك رموز؟ هذا مع احتراماتي له هذا فارغ. لو هو شاعر حقيقي مكان ما انتقد فلان وفلان اروح اكتب قصيده احلى من يم. اليوم ما خلي يجيني وادي يقول لك اسماء القاطع هو كشاعر يقول لك اكتب احلى من سفره مجاني، يجي يقول لي احكي لي على عريان يقول لي اكتب احلى من القيامه وتعال احكي على عريان. مو لولا صح يعني، بس هم يعني عالم وين تروح؟ لا اسماء احنا يعني كجيل والله العظيم بالله العظيم انا يعني اقسم على هذا الشيء ولو يعني فضائيه وما يصير القسم او الحلفان، لكن اقسم على هذا الشيء انه كنا اذا شفنا كاظم اسماعيل قاطع او عريان السيد خلف ما نشوف مروحتنا، ما يعرفوننا كانوا بعدنا بداياتنا. صحيح. بس نخاف رهبه يا اخي اليوم. رهبه اليوم انت تقعد رجل على رجل وتسقط بهاي الاسماء الكبيره. شنو يعني انا واحد من العالم كنت احضر منتدى لحد الان باقي ببالي وانت موجود اليوم ضمن الاسماء، منتدى بلاد النهرين قريت التوراد وفتيان ومحمد العاجيبي. كنت اسمع نشوف علي نجم شاعر نخاف. انا برغم ما كنت بس اسمع، أنا سمعت من 2009 2008 منتدى بلاد النهرين ل 2015 كتبت. يعني من نشوف نروح المنتدى محمد الغريب نشوف شاعر أنا وياي صديق نقول هذاك محمد خشين. صح. خوف يصير محمد خشين هذاك. صح. هو أنا أغلب علاقاتي يعني صارت ما يعني ما صارت كشعري، أنا بداية عرفوني كأسمع شعر. نعم. ومسابقتي البغدادية عرفونا انا اكتب. طرحت نفسك شاعر. طرحت نفسي انا. نعم. صارت صحيح انا مثلا اخذت من يمي بس ضافت له اقول الحمد لله وشكرا عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لك. محمد يعني تعرف انه الكثير يعني من الشعراء زين شعراء جيلكم زين مبدعين واسماء مهمه. استرجع واقول لك هاي الانتقادات تاخذ من عندكم. هاي الانتقادات تاخذ من عندكم. انتم اليوم بدوركم
لازم توعوهم. يجوز هذا الشخص مدفوع او شخص يعني مو يمون انا استاذ إيه، مرات الانسان يخون التصرف. صحيح. يعني احنا انا بلقاء مثلا يجوز حكيت على شاعر سابقني بتجربه زين، خان التصرف لكن رجعت وراها اعتذرت لي زين. اليوم انت اقعد وياه فهمه، يابا هذا سمير صبيح، يابا هذا كاظم اسماعيل قاطع، هذا عريان سيد خلف، هاي اسماء كبيره ما يصير تتجاوز عليها. انا ابتعدت بدال ما تبتعد. انا مو ابتعد لان هم عشره، تجي تقول له هذا صح وهذا غلط، راح شي يقول لك يقول لك يعني بس ترايك صحيح، احنا عشره متفقين على فلان مشاعر. يا اخي انا اليوم بيت يوم اكو شعراء بقت عندهم ابيات للتاريخ ينذكرون بابيات. اليوم ما اجي فند شاعر كامل هاجي اقول هذا مشاعر، ليش؟ هم سهر هم تعب هم الصادر حقوقه وجهده يعني وتعبه، ليش كله راح الصادر هذا استهزاء بالمقابل. حاول اتمنى يخلصون من يم. وانا يعني رسالتي لهم انه الزمن ما راح يرحمهم. انت مثل ما حكيت على العالم راح تطلع، راح يطلع جيل وراك راح ينتقدك. انت اليوم انا اشوف شعراء عمره الشعري قلت لك ما يتجاوز سنتين او ثلاثه يكتب هجاء على شاعر كبير، صارت هجاء على شاعر سابقة بتجربه. صارت انا هجان شاعر يعني اضرب مثل بروحي عم تلاقي يقولون يعني فهجان شاعر من الشعراء اللي سبقوني، فاغلب الشعراء اللي بجينا قالوا يعني هذا الهجاء كان غير ترد عليه. قلت ما عامل الاساءه بالاساءه يا اخي، الهجاء اساءه والنوع من انواع الشعر او وموجود، هو موجود بكل وقت يعني بكل الازمان انكتب الهجاء، بس يا اخي اساءه اللي هي تعتبر هاي، فانا ما قابل اساءه باساءه. هاي دليلتي على احترامك وهذاك الشخص اللي قلت عليه، احترامك له وتقديرا له، اخلاقك ما قبلته. انا اذا هجيت هذا الشخص هم راح يطلع جيل وراي يهجيني، فانا ما اريد اوصل لهاي المرحله وان شاء الله ما توصلون لهاي المرحله. ما متاكد يعني. انك وايد يجي الله يسلمك، يعني كلها تحب الاجيال وقبلها كلها تحب. الحمد لله والشكر. سولفنا عن الابتعاد عن الوسط الشعري وسولفنا عن هاي الاشياء. قبل فتره صايره دعوه بالوكاله المصريه لك، هي اكو دعوه صارت دعيت بعض القنوات كانت فيها نجوم على الطريق. نعم. دعانا واحد من الاصدقاء المقربين، هو كان مقدم. هاي يصير بكل الدول يعني هاي الفقره اي بالعراق. نعم. يجي العراق، الامارات، السعوديه، مصر، المجتمع العربي. بس هذا شيء ياخذ من يمه، مثلا ياخذ شاعر، ياخذ فنان، ياخذ مطرب، رسام، ياخذ رسام. نعم. هذا يصير يختارون من هذين الاسماء يسوون مهرجان خاص. نعم. المهرجان برا العراق. برا العراق. نعم. بمصر. فاثناء ما رحتان ما ادري بالبدايه بالموضوع، اثناء ما جاي اصور وي الاعلامي الحبيب تفاجئ، قال لي محمد، قلت له، قال فلان صديقك، قلت له، قال هذا دخل لي قال لي مستعد اجيب نجم واعطيه فلوس بس لا طالع محمد. مستعد يجيب نجم. نجم ويعطيه فلوس. ويعطي فلوس للنجم حقوق على مود لايد محمد. قلت له منو؟ قال ما اقول لك. السبب شنو؟ والله ما اعرفه. بقول لحد انا هو صديقه يعني سلام بيناتنا ولا بينت لهذا الموضوع. السبب ما تعرفه اليوم؟ ما اعرفه. وصديقي يعني نقعد هسه لو ما نتقي يقول مثلا هذا يضوج من يمي. فلان يكرهنا حقه يعني يجي مرات واحد. بس هذا اهم شيء غلط بيك يعني محمد يعني. يعني شو اقول له؟ هو صديقي. أخسره؟ يا بس هذا مو صديق اللي يسوي هيك شوية، مو صديق هذا، إيه مو صديق. أنا أعتبره صديق. أنا عندي قاعدة بالحياة، الصديق المال إذا خسره ابتعد عليه. أعرفه صديق ألف صديق ولا عدو واحد. صح. اليوم إحنا ما إن شاء الله ما تصل العداوات يعني. لا إن شاء الله لا يعني على سبيل المثال. ابتعد من هيك نماذج. أنا مبتعد ليه؟ ما أريد أخسره لأن هو إذا أنا وياه سوى هيك إذا خسره عشان يسوي. أنا هم فكرت بالموضوع. فقال لي تخليني انا دائما اكو هواي اصدقاء يقولوا ليش تبتعد من فلان؟ اقول له ما اريد اخسره، احاول ابعد روحي من يمه يبقى صديق منا لما تهدى التوترات بينه وبينه وهاي يرجع صديقي. الله يساعدك محمد، صار بيك ضيم انت. انا حتى شيء سمعنا خلنا نسمع شيء. يقول شجانا وقمت تحت كل من يمر الطيف، شجانا وقمت تحت كل من يمر الطيف، وعلى وجه الصبح يا روحي قمت العاف.
الجنيه بعشرتك شو بس اسولف فيك الله بعشرتها ويا البلم شو محصل المجداف الله صحيت صحيت وبعد ما اخذ دليل الريح طلع ما عنده راي من الشراع يخاف الله صحيت وبعد ما اخذ دليل الريح طلع ما عنده راي من الشراع يخاف واعلنيت اعلنيت وفرزنت بالناس هم محظوظ علي من ينحسد ومرافق الصفصاف الله اعلنيت وفرزنت بالناس هم محظوظ علي من انحسد ومرافق الصفصاف يعجبني الجمر ما يبرد الا يموت الله يعجبني الجمر ما يبرد الا يموت لا فكر بنحشه ولا بشيء اشتاق الله تجاعيد الكبر تلقاه فوق الماي من تخطف الروجه يبين وينشف الله 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 يعجبني الجمر ما يبرد الا يموت لا فكر بنحشه ولا بشيء اشتاق تجاعيد الكبر تلقاه فوق الماي الله من تخطف الروجه يبين وينشف وما بات تكذب يم جثة المكتوب الله 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 ما بات تكذب يم جثة المكتوب ولين طيب قلب حسبالهم خوف الله الله ما بات تكذب يم جثة المكتوب ولين طيب قلب حسبالهم خوف اللي يتواضع قصب يم الصريفة يعيش الله ويظل ينحلف بيه بسلف مال الأشراف واشتاق ايش كثر متروسه روح فراق هو الصوت منه ورافقيته فراق الله الله اما ارسلنا قصيده ثانيه راح اقرا مقطوعه جديده امور تقرا اريد اعرف شك بروحي او علي من عايش وين ولا طيف ذي تانين واظل الوحد الحتمه الله اريد اعرف شك بروحي أو علي من عايش وإلمن ولا طيف لي تانين وظل لوحد الحدمة إش ما سافر أجرب الناس ولا واحد أشوف عيونه شو يبكي تاليش النحن إلهم أحس بجروحي النجمة أريد أعرف شك بروحه وعلي من عايش وإلمن ولا طيف لي تانين وظل الوحد الحتمة إش ما سافر أجرب الناس ولا واحد أشوف عيونه شو يبكي تاليش منحن إلهم أحس بجروحي اللجمة بعد ما أثق بالمرايات مثل ربعي بس قبالها اللي أصير يتذكرك الله الله بعد ما أثق بالمرايات مثل ربعي بس قبالها اللي أصير يتذكرن اش ما اضحك واتفاجأ علي هواي من نضحك واقول الضحك تيهنا وادور والقراعية واقل على الضحك شكرا الله سلامتك استاذ علي الله يسلمك قصيدة جميلة ورائعة مثل باقي قصائدك محمد شفتك دمعيت بهاي القصيدة وقبلها اليوم احمد حسن الكبير هذا العازف اللي خلف الكواليس طبعا يعني شكرا له شكرا من هاي هم مبدع واسم مهم يعني بالوسط نتمنى لك للتوفيق الله يوفقك ان شاء الله مرات مو القصيده تنكتب بوجهها صح وانا بدي اوصل وياك لهذا الشيء من يعني. تقرا البيت الكاتب راح تتذكر الموقف انا القصيده ليش صار اذا ما احب انا برغم ما كتبتها قبل ما امر بهاي كتبت احساس مجرد حسيت شوف شوفك واحد يحكي مثلا على الطعنه ويضحك ايه؟ تحس بيه يعني هو كان ما عايش هذا الموضوع ما عايشه انا ما اكتب بيت ما عايشه نعم يعني قصائدك كلها على مواقف والدليل على هاي كل القصائد سألنا عليها اقول لك شلون عشته وين كتبت انا احب صراحتك يعني ما عندي يعني لحد الان هاي القصيده اللي كتبتها بهاي الفتره اللي ابتعدت عليها ابتعدت من هواش يعني من جميع بساعة سؤالك نعم شفتهم يعني بس مجرد ملقى هو هاي يعني
تذكرت شيء مرات يقول هذا صاحب القدامة. القدامة. أي أنت من هذا المنطلق. يعني من تغيب عن جماعتك 4 أشهر أو 5 أشهر وما حد يقول لك شلونك أو ما حد يتصل بيك أو ما حد هاي. لازم أكو شيء بداخلك يخليك تكتب هذا الشيء الوجع. نعم. يعني هسه من قريته تذكرت هذيك الأيام كلها. نعم. محمد أكو شعراء بجيكم الظلمة؟ ما طلعوا للساحة يعني الوسط الشعراء هسه إحنا بوسط بج. يعني ما احنا جيلنا هواي نعرف اسماء يعني ما حد يعرف انظلموا من ناحيه الاعلام لو من ناحيه لا يعني هم ما قروا او صادفهم موقف مثلا بعد ما قدروا يكملون يعني صاروا بعيدين عن الاماسي وبعيدين هملتهم الاماسي هملتهم المنتديات هملتهم المهرجانات هملتهم اللقاءات التلفزيونيه الانسان بكل المجالات مو بس بالشعر انا صارت بي هاي الفتره هاي الفتره بتاعت من يوم حاولت يقولوا ليش يعني ما فلان مهرجان فلان مهرجان بس احنا حد مو انت انا جاي اقول لك الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر انا قصائدك وابياتك انت اليوم حتى اذا تترك الشعر اكو ناس راح تسال عليك وتقول محمد سلمان ليش غايب تدخل لك ناس من التواصل الاجتماعي تحاكيك اكو عالم تخاورك اكو شعرات تدعيك صحيح فهمتنا شلون بس اكو يعني شعراء بدوا وياكم يعني فتره 6 أشهر او 7 أشهر وراها انقطعت اخبارهم هي من تنقطع اخبارها يجوز ما يعني ظروفهم تاخر اليوم انا عندي هواي شعراء بدا مثل رافد الفرطوسي بدا مبتعد خير هاي الفتره شفت هاي قبل فتره قلت ليش بتعد قال بضلي السبب شنو ما السبب اكو عالم ما تتحمل المواجهات نعم المواجهات صعبه صح تاخذ من يمك ما تطيق صح اكو عالم ما عنده طاقه تحمل بين تواجه عالم دخلها هواي على الشعر محمد احنا مثل ما سولفنا ايه؟ وردة اخذ من كلامك يعني مثل ما سولفنا ان جيلكم جيل مبدع وجيل باسماء وطاقات يعني جميله لكن يعاب على هذا الجيل ان هواي من الشعراء مو قصائدهم يا اخي يعني احنا بجيلنا من بدينا او الاجيال اللي سبقونا سولفونا انه يطلع فد حاله او حالتين صحيح يعني شواذ نعتبرها نوادر بس هذا استاذ بس حاليا يعني تسال على فلان تقول فلان خوش شاعر قال لك فلان مو قصيدة كتبول له احنا نجيها من يابا ظهرت اللي كتبول له شنو صحيح. الموضوع يعني موجودة احساسك يا اخ احساسك انت هسه اليوم انا احساسي هذا شلون تبيع تبيعي ما عادي عادي ماكو اكو 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 هيك ظاهرات مو ماكو احنا ما ننفي نقول بان ماكو هيك اكو هيك ظاهرات بس هاي ليش وقت راح يستمر ليش وقت ما يطول له سنتين او فتره يعني سنتين سنه حتى اللي يكتب له يميل يعني انتم الدليل هسه جيتكم متغربل وضحت الاسماء ايه مبينه اكو ما اقول لك ما اكو نافيه يعني هسه صار لكم 4 سنين بالوسط محمد ايه انتم 3 سنين الى 4 سنين هاي يعني الفتره هاي الحقبه الزمنيه اللي انتم عشتوا بيها لا انا عشت بيها كشاعر 3 سنين الى 4 سنين ايه؟ 4 سنين وشوف بعده هو هذا الشخص اللي كتبوا له او الشخص اللي اشترى قصائد بعده موجود وجاي يقرا وياكم شلون راح تعالجون هاي الظاهره احنا كنا نقدر نعالجها ايه؟ نهم له هذا الشخص او ما نقري هي هنا المشكلة المشكلة تدري بيه مو شاعر وتقعد يمك ويقرأ وياك أكو هي شعراء تصير صاحبك وتسأل عليه تدري بيه كتبوله وتدري بيه مو قصادة وتدري بيه هواي شغلات وانت تتواصل وياه ليش حاول ابتعد منه ما أنا أكثر واحد ضد هاي أكو أسماء مثلا من قلولي فلان مهرجان فلان وفلان وفلان حاول ابتعد من مهرجانات أكو مهرجانات ماس فلان وياي ما اقبل ياخذ مكانه مكان شاعر يستحق يصعد المنصه انتم محمد كم شاعر تقريبا يعني قريبين على بعض اليوم متواصلين سوا يعني حتى من يبتعد محمد مو علاقه الشعر مو علاقه الشعر احنا بعيد عن ايش كم شاعر تقريبا انا اليوم انا كتواصل وي بعيدين عن الشعر بس شعراهم نعم. امير حبيب حيدر حطاب محمد خالد علي طالب عباس مراد هو محمد جواد حسين عبد الواحد هاي من قاعد محمد عديت لي 7 إلى 8 أسماء يعني يوصلون للعشرة يتواصلوا ياهم ايه؟ انتم ذول العشرة ما تقدرون توقفون هاي الطريقة اللي جاي يصير 10 بيكم مهرجان انتم صحيح نقدر بس هو هذا هو يوقع من واحدة ما حاربه مو احاربه انه هذا مو استحقاقك هو مو استحقاقك تاخذ مكان غيرك يعني جاي شو اقول لك انا قلت لك يعني انتم مسؤولين اليوم ترى زين انا شنو الفائدة اليوم انا ما عندي مهرجان او ما عندي امسية خاصة بي وليدعي شاعر وعده مهرجان وعده امسيه شاروح انا يعني ايش اقدر اسوي له اروح من عقله ما اسعد من منصته مو انت الاسماء راح تقرا وياي هي الاسماء نفس الاسماء اللي عديتها لا بعيدين هاي الاسماء احنا بعيدين على هاي الموضوع بعيدين يعني من يقول لفلان امارات يسالوني يقولون محمد هذا شاعر ولا انا يعني
بعلاقاتي ويا الولد ويا الاصدقاء والهاي توصلنا للحكايه. انت لازم توصل للحكايه هسه احنا مثلا بدينا نتوصل الشعر ما يطلع شيء. اي تطلع الشعر ما يطلع شيء لو بعد 50 سنة او 10 سنوات لا تطلع. تطلع. تطلع تطلع والدليل على كل مشاكل احنا ما كنا موجودين بالحياه وجاي توصل لنا. صح هذول هم من يومهم فتره غربله راح يتغربلون. محمد سؤال اخير يعني نسال ويا ريت يكون يعني جواب باختصار. منتدى المدينه شو يعني لك؟ انطلاقتي الحقيقيه من يمه. سبب تواصلك مع الشعراء اللي سبقوك؟ اصدقاء قبل ما اكون شاعر. جيلكم وين تخليه بالوسط الشعري حاليا؟ ايه؟ يعني اخليه من يوم مرتبه اي تسلسل يعني. بس شلون يعني اخليه يعني من بعد جيلكم تخليه وين؟ تخليه يعني يا فتره يستحق ان يكون مثلا الاول بالوسط جيلكم لا متذيل؟ هذا جيله جيل هذا احنا موجودين. جيلك موجود اوكي ماكو اي مشكله. هذا مكانه لا قبل التسعينات ولا لان احنا لو ما هذا مكاننا ما وصلنا لهذه المرحله استفادينا من هذه الاسماء. لو بهذيك المرحله جوز ما نكتب هذا الشعر لان استفادينا الخبره من قبلنا. ها جا وصلك محمد. نسمع اخر شيء. هذاك انت هذاك انت اللي يجيني فرهة عيوني. الله هذاك انت اللي يجيني فرهد عيوني دطش بوجه ضحكاتك اريد ان ينخبط لون. الله هذاك انت اللي يجيني فرهد عيوني دطش بوجه ضحكاتك اريد ان ينخبط لون. ايش حالاتك من تعاتبني وتقول ايش عجب ما تشتاق؟ ايش حالاتك من تعاتبني وتقول ايش عجب ما تشتاق؟ كل ما رايد اذكرك اخاف يفزني جروحي واتعنى المكاتبك وصبر كل شيء بروحي. الله اشوف ان ضحكتك بيه واشوف ان دمعتك بيه واشوف ان لهفتك بيه وياخذنا على بابك طيف وفزن من نبض قلبك واشوف ان كم نهر عطشان متفرفح يجي بدرجك. الله وعاين واصفن روحي وقول جاب من ذنبك يا ذنب ولا مريوت بس مجبور اريد انك. الله يا ذنب ولا مريوت بس مجبور اريد انك يدوهني عليك ابليس يقشمرنا واحد ذنبك. الله يا ذنب ولا مريوت بس مجبور اريد انك يدوهني عليك ابليس يقشمرنا واحد ذنبك ولا مره يزاحل طيفك عيوني وراضيك واشوق قلبك. الله ولا مره يزاعل طيفك عيون وراضيك واشوق قلبك بس انت تجي ببالي وتيهم لي المروح وانجدنك. ايش مدريني الندم يطيح يفزز حلم بعيونك. ايش مدريني الصبح لو صار يقوم يتعب جفونك. الله إيش مدريني الندم يطيح يفزز حلم بعيونك. الله إيش مدريني الصبح لو صار يقوم يتعب جفونك. أخذ عافيتي من الليل شيء سهران ويلونك. الله وأنا أضرب ضحك مو عيب بس العيب من دونك. الله سلامتك. الله محمد سلمان إحنا خلص وقت البرنامج وما حسينا بي لأن ترستنا بهذا الإبداع. شكرا لك أستاذ علي. يعني أنت شاعر ممتلئ وشاعر جميل وربي يوفقك إن شاء الله بكل حياتك وكنت ضيف خفيف الظيل وإن شاء الله كانت حلقة جميلة وإن شاء الله عجبك الحوار وعجبتك طبعا أستاذ علي أنا أشكرك على كل شيء. الله يسلمك. على كل حرف قدمته لمحمد سلمان. الله يسلمك. وأشكر كل شاعر قد ساعد محمد سلمان بحرف الأسماء تحسين علي صباح العتابي على محمد جعفر كرار الحلفي راد الفريجي محمد اسماعيل هواي اسماء قدمت لمحمد سلمان اشكرهم على هذا الشيء. الله يسلمك. هذا دليل على تواضعك وعلى اخلاقك وعلى شاعريتك يا حبيبي. وفضلكم فضل الله سبحانه وتعالى بدايه وصلت لهذه المرحله. الحمد لله والشكر. وان شاء الله شاعر دائماً جميل وتستحق ويا رب نشوفك بعد الافضل دائما وانا دائما على تواصل وياك يعني ودائما اسمع جديدك واخبارك الطمن واخبارك ان شاء الله بخير. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك ولحضورك. الله يسلمك. حبايب المشاهدين وصلنا معكم الى نهايه حلقه هذا اليوم من برنامج
الميزان. إن شاء الله حلقة استمتعت وياها، حلقة كانت جميلة مع الضيف والشاعر الممتع والمبدع دائما محمد سلمان. شكرا لكم، وانتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله.